شو يعني؟ الكل بتاكل عقلهم بهالكلمتين؟ مو كلمتين يا وسام، مو كلمتين، البيت طلع مأجر بوقت اللي شاف أمير اللي شافه، لك حتى سامر اقتنع. ولك شي بيهوي، ليش هذا صهرك سامر رجال؟ أعطيني الرقم، أعطيني أنا بتصرف. ما رح أعطيك إياه، قلت لك أصلاً ما بترد إلا علي. كتير منيح، طلب لي إياها وأنا بحكي معها. ولك يلا! روق حبيبي، روق شو بك؟ أمي، هي كلمة روق ما بدي أسمعها بالبيت. رح موت على ما نعرف مين الكلب اللي دايره معه، ولما وصلنا إلى بدكم تموتوا القصة؟ يا لا ما حذرتوا، ما حذرتوا بنوب، عم تفهموني؟ قوم يلا، يلا اطلبها تحرك. ما رح اطلبها، وشو ما بدك تساوي ساوي، ما رح اطلبها. اسمعوا لا لك خلصنا بقى، لك والله العظيم فرطت أنا، رحموني. أمي والله العظيم أنا ما عاد فهمتك، أنت شو بدك؟ يعني لسه بدك أنا نلاقيها ونغسل عارنا ولا لا؟ أمي احكي مشان الله احكي، فهميني شو بدك؟ شو بدي فهمك؟ إن شاء الله بتموت على قهوة نسبها. لكن ليش أنا حاسك تغيرتي؟ لك أمي، لك أمي أنا من خوفي عليك وعلى أخوك ما بدي إياكم تخسروا بعض، والله والله قلبي ما عاد متحمل مصيبة تانية. طيب عزمه يقضي عنا نهار الجمعة والسبت. لمين لرائل؟ عن مين عم يحكي لك؟ طبعا لرائل. ماشي بشوفه بسأله. لا لا تسأله، شد عليه العزيمة أكيد رح يرضى. مش عشو بابا؟ مش عم بس عزمه وتشوفه تقلي ما عجبك وبلالك هالصحبة؟ لا لا بابا مو هيك أبدا. أنت ليش عم تفترض سلفا إنه هو ما رح يعجبني؟ من كلامك مو أنت عم تقول إنه متغير سلوكي وحاطط كل هي القصة برائد؟ أبدا بابا، أنا ما بحمل أي إنسان مسؤولية أخلاق حدا تاني. أخلاق؟